لكل قطاع عقاري خصوصيات وعوامل تؤثر فيه لناحية الارتفاع أو الانخفاض. لكن بصورة عامة، من المتوقع أن يكون 2024 عاما لاستقرار الأسعار، حيث أن الطلب في القطاع السكني لا يزال أعلى من المعروض، وهذا عامل يساهم في استقرار الأسعار إلى حد كبير. إلى التفاصيل. مع حلول العام الجديد، جميع المؤشرات تظهر أن الاستقرار سيكون سمة القطاع العقاري في البلاد خلال الفترة المقبلة في العام 2024. أمامنا عدة استحقاقات اقتصادية عقارية على وجه الخصوص. أمامنا قانون أقر شهر 12، قانون تأسيس المدن الإسكانية، وأمامنا اقتراح بقانون الهيئة العامة للعقار الذي يحتاج إلى دراسة ومن ثم إقراره بعد الدراسة مع المعنيين والخبراء والفنيين لتنظيم السوق العقاري، وأمامنا تحدي مالي لتمويل المساكن من خلال قانون تأسيس المدن الإسكانية، زائد المستقبل استمرار بالطريق الاقتصادي السياسي الموائم والخارطة الكاملة لدعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية الاقتصادية. الطلب في القطاع السكني لا يزال أعلى من المعروض، وهذا عامل يساهم في استقرار الأسعار إلى حد كبير. احنا متوسط صفقة البيت بالكويت متوسط قيمة البيت بحدود 470,000، هذا إلى قبل 6 أشهر تقريبا، ومتوسط قيمة الأرض بحدود 390,000. الأسعار الآن احنا بدأنا نشوف فيه انخفاض متأثرة في القوانين الإسكانية الحالية، وهذا متوقع، لكن مو بالانخفاض بالشكل اللي الناس متوقعينه. عوامل تشجع المستثمرين في بداية عام 2024، وذلك من خلال التركيز على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات العقارية. نواف الشراكي، تلفزيون دولة الكويت.